يقول مؤذن مسجد إذا أذن خرج من المسجد وجلس في بيته حتى يأتي وقت إقامة الصلاة، وأحيانا يقيم عنه الإمام وبيته بجوار المسجد، ما حكم هذا العمل وهل يجوز له ذلك؟ المؤذن يحضر في المسجد لأنه مسؤول عن المسجد وعن الإقامة، والإقامة من عمله، صيانة المسجد ومراقبة المسجد أيضا من عمله هذا، فعليه أنه يكون حاضرا في المسجد بعد الأذان، يكون حاضرا في المسجد، وإذا عرض له حاجة يذهب لقضائها ويرجع قريبا، يرجع قريبا، وإن كان يعلم أن هذه الحاجة ضرورية ولا يتيسر له الرجوع قريبا يوكل من يقيم عنه. نعم.